اكشن. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. كيف حالك طيب؟ عليك طيب. حياك الله. يا مرحبا. الله يسلمك. جالسين؟ اي نعم. جلوس بلا فلوس. اي جالس. حياك الله. حياك الله. عقبتوا انتم يوم جالسين هنا عند المسجد. قريتوا الاعلام في المسجد؟ اما انا عاد نفسي ما قريت شيء. صليت وخرجت. ولا انا وحده ما شفت الاعلان. اسمع انت. اي نعم ما شفت. لا حول ولا قوه. انت قريتوه؟ قارنا عوين محاضره اليوم بعد المغرب. ومزين مو يضحك او محاضره ويضحك انت مو ضحكت عليهم محاضره زين حاضره ما نكته ترى عوين محاضره زين مو علموا في الصلاه انتي خير وبركه انت مو يضحكك يعني عقبته احنا باين محاضرات عن اخطاء الصلاه الحمد لله نصلي تعال انت علي ما عندك اخطاء بالصلاه البر الحمد لله ربع انا اصلي الحمد لله من متى تصلي اصلي يوم كنت كاتبونا اصلي وما عندك اخطاء ما اظن عندي اخطاء ما شاء الله عليك والله تصدق يا مسعود هذه المحاضره قد فقتها سبحان الله كيف عاد انا اقول لك هذه الاخطاء المحاضر بقى يقولها اذا ما ذكر اخطاء اللي في راسي انا بساله يلا انا في كمين نقطه في راسي وبساله عنها مو هذه الاخطاء انا اقول لك من الاخطاء مسابقه الايمان في الصلاه صح صدقت هذا واجب بعضهم يساب كل ايمان صح انزين بالفعل ومن ضمن الاسئله ابغى اساله عنها هذه السلفة المصر والكمه يوم يصليوا تلقاها توصل لين الحاجبه صح بالفعل ويسجدوا ابغى اسال عن هذه النقطه جميل والنقطه الاخيره ابغى اسال عنها سالفه الاصابع مسعود اي نعم سواء كانت في الركوع ولا في السجود ولا في التحيات صح ابغى اعرف الاصابع كيف يكون وضعتهم وهين يكونن صح هذا كمية سؤال ابغى اسال عنهم صراحه هذه وقع واجدين فيها والنوبة يسألوها ما يعرفين اها سبحان الله مو رايك جميل صراحه جميل جميل زين حلو اي نعم صدقوا جماعه ايوه صراحه انا هالاسئله نفس الشيء بعد بالي ايوه طلع انت هي قبل من دسات انتوا ما شاء الله عليكم تعرفوا صلي من زمان يصلي ما شاء الله اخويا صلي من زمان طيب هذه الناس فكرها خاصه ان تعرف ان المحاضر عن الصلاه يتحربوا سبحان الله سبحان الله عجب موعدنا المغرب بعد المغرب ان شاء الله حصلنا انا قبل بعد تمام جزاك الله خير جزاك الله خير لا قاعد موفق ان شاء الله يلا سلم الوالدة ان شاء الله بارك الله فيك حياك ربا يروح العدس سامع عنه حياك الله بس اما ما يتعلق باهم امور ينبغي ان يحرص عليها المصلي هو ضبطه لفقه الصلاة ومن جملة فقه الصلاة معرفته لشروط صحة الصلاة ولأركان الصلاة اما اركان الصلاة التي تحدثوا عنها فان من جملة اركان الصلاة هي تكبيرة الإحرام والقراءة الفاتحة والقيام والركوع والسجود والقعود للتشهد الأخير والخشوع والقيام والتسليم هذه أركان للصلاة ومما ينبغي أن يفقهه المصلي وضبطه لتكبيرة الإحرام نطقا سليما الله أكبر وضبطه أيضا لطريقة تلاوة كتاب الله عز وجل في الفاتحة فإن قراءة الفاتحة كل آية من آياتها ركن إن أخل بركن من أركانها انتقضت الصلاة إن تعمد ذلك وكذلك هيئة الركوع فهيئة الركوع ركن وينبغي للمصلي في حال ركوعه أن يصلي أو أن يكون ظهره مستويا وأن تكون أصابع يديه على ركبتيه مفرقة هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال سجوده فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرني حبيبي جبريل أن أسجد على سبعة آراب وسبعة آراب هي الوجه والوجه في الجبهة والأنف وكذلك اليدين والرجلين فهذه خمسة مواضع والسادس والرابع القدمين ومما ينبغي أن يتنبه له في حال السجود تكون أصابعه مضمومة أصابع اليدين مضمومة لا تتجاوز شحمتي الأذنين ولا يضم يديه إلى الأرض فهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حال سجوده فإنه يحرص على أن يوصل قدمه إلى الأرض بدل أن تكون ببعض الأصابع دون الأخرى فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال سجوده أن يسجد على القدم أما من يسجد على أصابع القدمين ففي يعني سجوده خلاف بهذه الهيئة والذي عليه أكثر علمائنا أنهم يرون أن بعض الأصابع ما يزيد عن الثلاثة أو الثلاثة فإنها مجزية وإلا فلا أي لا ينقص عن الثلاثة أصابع لكنه لا ينبغي أن يحصر نفسه
في حال سجوده على الأصابع، بل ينبغي أن يسجد على قدميه، بمعنى أن تصل قدمه إلى الأرض. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق ببعض أركان هذه الصلاة، والتي ينبغي أن نحرص عليها تعظيما لهذه العبادة، فإنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا وإن هذه العبادة غايتها التقوى، فتعظيمنا لها من التقوى الذي حث عليه ديننا الحنيف، وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما أعظم الإنسان حينما يفرط في فقه هذه الصلاة فيفرط في أركانها، فإن فرط في أركانها انتقضت صلاته.